النهارده كلنا اتفاجئنا بوفاه المهاجم الغاني اجوجو. اجوجو عارفين ان هو كان نجم الزمالك، النهارده توفى ربنا يرحمه. 27 مباراه دوليه، اجوجو عنده 40 سنه، ربنا يرحمه. تعددت الاسباب والموت واحده، يعني الله يرحمه. نادي شيفيلد الانجليزي اعلن وفاه المهاجم الغاني جونيور اجوجو، لاعب نادي الزمالك المصري الاسبق عن عمر يناهز 40 عام. نادي شيفيلد قال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت، قال: يحزن نادي شيفيلد يونايتد لعلمه بوفاه لاعبه او لاعب الفريق السابق جونيور اجوجو. تعازينا لعائلته واصدقائه في هذا الوقت الصعب جدا. ايضا في نفس السياق اندري ايو لاعب او قائد منتخب غانا بيقول ان اليوم ده من أسوأ ايام حياتي. ده قدامكم اجوجو، اللاعب الزمالك السابق واللاعب اللي احترف في انديه انجليزيه، الله يرحمه. خبر يعني احنا ما بنح ما في لعيب كوره بيحصل له اي حاجه احنا كلنا بنزعل، يعني حاجه طبيعيه جدا. واجوجو كان نجم هنا في الزمالك واحنا كلنا عارفينه كمصريين، اكيد كل المصريين زعلوا لهذا الخبر.